جهود لكسر الحصار عن تعز بالاتفاق مع الحوثيين، هل ستنجح في رفع المعاناة عن آلاف المدنيين؟ وأين جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين لرفع الحصار؟ أهلا بكم. أكثر من أربعة أعوام ومدينة تعز تشهد حصارا خانقا يمنع وصول المساعدات إليها ويجبر سكانها على قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى أطراف المدينة بعد أن كانوا يقطعونها خلال دقائق. اشتدت المعاناة على أهالي المدينة لترتفع مطالبهم لاستكمال التحرير أو التوصل على الأقل إلى اتفاق لكسر الحصار المفروض عليهم. وأمام عجز الحكومة والجيش التابع لها، برزت جهود لشخصيات اجتماعية وسياسية للعمل على إجراء اتفاق مع ميليشيا الحوثي من أجل إنهاء هذا الحصار. فهل ستفلح هذه الجهود في إقناع الحوثيين لينتهي الحصار؟ أم سيستمر الحوثيون في إثبات رفضهم لأي جهود سلام ولو لمرة واحدة؟ على مدى أكثر من أربعة أعوام، بقيت منافذ تعز موصدة في وجه أهلها وشرايينها مقطعة بحراب ميليشيا الحوثي التي لم تكفها القذائف في محاولتها إخراج تعز ومواطنيها من المعادلة اليمنية. أكثر من أربعة أعوام ومدينة تعز تعاني حصارا خانقا لتتحول بفعله حياة الناس إلى رحلة طويلة من المعاناة اليومية. اضطر سكان المدينة إلى إيجاد منافذ بديلة من أجل الوصول إلى مناطق لا تفصلهم عنها سوى دقائق، طرق طويلة تعني معاناة أطول وتكلفة أعلى من المال والأرواح المزهقة على هذه الطرق الوعرة بفعل البعد عن مراكز الرعاية الصحية. وفيما كانت التكلفة الإنسانية تتعاظم، كانت ميليشيا الحوثي تنكر قيامها بحصار المحافظة حتى أنها لم تستجب لجهود الأمم المتحدة ذات الصلة بتعز، ولم يتم تحقيق أي تقدم في هذا الجانب على الرغم من كونه ملفا دائما على طاولة جميع جولات المباحثات مع الحكومة. مؤخرا أعلنت ميليشيا الحوثي استجابتها لجهود وساطة قام بها عدد من الشخصيات المحلية وأعلنت استعدادها لفتح هذه المعابر، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة ويبدو أنه لن يحدث قريبا. ففي حين عملت السلطات المحلية في تعز على إزالة الحواجز من المواقع التي تتمركز بها قوات الجيش الوطني، استمرت ميليشيا الحوثي في نشر نقاطها في الطرف الآخر ونشر قناصيها على سقوف المنازل، وهو ما يشير إلى أن الميليشيا كانت تراهن على تحقيق مكسب في هذه المبادرة برفض الجيش لها، لتبدو وكأنها ليست مسؤولة عن الحالة الإنسانية في تعز. وبعيدا عن الأبعاد الإنسانية للقضية، كانت المسألة تأخذ أبعادا إضافية منذ لحظة الإعلان عنها، حيث رأى البعض في أن استجابة السلطات المحلية وقيادة الجيش في تعز لهذه المبادرة يجعل من فكرة استكمال التحرير وكأنها لم تعد مطروحة الآن، أو باعتبارها تمهيدا للدخول في تسويات جزئية لا تمثل حلا حقيقيا لمأساة يقترب عمرها من السنة الخامسة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها الصحفي الأستاذ فهد سلطان. أرحب بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. إذن بداية أستاذ فهد، خمس سنوات منذ حصار تعز تقريبا، في البداية ما هي الآثار الإنسانية التي ترتبت على هذا الحصار إلى الآن؟ الآثار التي ترتبت على الحصار كثيرة جدا، يعني يكفي أن تعرف مثلا أن مسافة 20 دقيقة من جولة القصر أو من يعني فرزة صنعاء وحتى منطقة الحوبان أو وسط الحوبان أو عند منتزه بيت هيل سعيد سوفتيل كان يحتاج إلى 20 دقيقة، الآن يحتاج ما يقارب من 6 إلى 7 إلى 8 ساعات للالتفاف، من أجل تلتف على مسافة طويلة لمدة لقطع هذه المدة حتى تصل إلى هذه النقطة. يعني تخيل الآن مثلا بعض البيوت يعني هجرت من المنطقتين والآن يحتاج إلى سفر طويل. المبلغ الذي كنت تدفعه ما يقارب 50 إلى 100 ريال يمني، الآن تدفع فوق ما يقارب 3000 إلى 4000 إلى 5000 ريال. يعني الوقت والمدة والمعاناة، وخاصة لكبار السن وخاصة أسر وبيوت يحتاجوا إلى كل هذه المدة من أجل أن يلتف، هذا مؤشر واحد فقط. النقطة الأخرى، ارتفعت الأسعار بشكل غير عادي، لأن المنفذ الذي كان يربط
بين تعز وبين محافظة إب وبين تعز وبين عدن في أسرع الطرق هو مقطوع الآن، يعني وثلاث يعني ومعبرين مقطوع، المعبر الثالث كذلك في الجهة الغربية مقطوع آخر. فارتفعت الأسعار، المعاناة الكبيرة، يعني تخيل أنت الآن أمام أكبر محافظة في الجمهورية في تعداد السكان، وهي الآن منطقة جزء كبير منها محرر، وكل هذا التجمع السكاني في هذه المنطقة تحت الحصار الخانق، لا تصل البضائع إلا بصعوبة شديدة. تابعنا خلال مراحل سابقة وخلال سنوات سابقة أنه يعني كانت مثلا العلاجات كانت تتوقف، وخاصة للمرضى المستشفيات كانت تتوقف بسبب انقطاع البترول وانقطاع المواد المشتقات النفطية، الغاز كان ينقطع ودخلت المدينة في أزمات متلاحقة. يعني تخيل أنت الآن ما يقارب 3 مليون أو 3.5 مليون كلهم في هذه المعاناة اليومية، المعاناة المستمرة، محاولة للتركيع، محاولة لانتزاع موقف هذه المدينة ومنذ 5 سنوات. طيب يعني عندما نتحدث عن تعز، هل هي المنفذ، يعني هل فقط الحوبان المنفذ الوحيد المحاصر؟ ليس هو المنفذ الوحيد، يعني هو نحن الآن أمامنا كان 3 معابر التي يشرف عليها الحوثيين الآن. المنفذ الرابع هي باتجاه لحج، وهي منطقة بعيدة جدا وتمر ويعني تمر بهيجة العبد، وهي منطقة وعرة وكبيرة وخطيرة للغاية، ويعني هناك صور كثيرة عرضتها وسائل التواصل وعرضها ناشطون للمعاناة الكبيرة. وهنالك كذلك طرق أخرى وعرة، جبال يمشي بها الجمال ويمشي بها الحمير، وتذكر الحصار الكثير من في فترة من نعم في فترة من الفترات كانت 3 المعابر التي باتجاه الحوثيين مقطوعة، والتي في لحق مقطوعة أيضا 4، فعادوا الناس إلى الحمير والجمال وإلى الجبال وإلى قطع مناطق ولمسافة تزيد عن 12 ساعة أو 13 ساعة حتى تصل إلى مناطق جنوبية من أجل إدخال المواد الغذائية وإدخال بعض البضائع وإدخال. طيب إذن 3 على الأقل من قبل 4 منافذ رسمية إن صح التعبير يسيطر عليها الحوثيون، هذه المدهك يعني على مر 5 سنوات تقريبا سيطر الحوثيون على هذه المعابر، أضاقوا الحصار على أهل تعز. الآن هناك حديث على أن الحوثيون يتواصلون مع الجهات الرسمية لطرح مبادرة فتح معابر، لماذا الآن؟ هو الحوثيين حاولوا أن يطرحوا هذه المبادرة ضمن مجموعة من يعني حاولوا لعدة أهداف. الهدف الأول وهو لم يكونوا يتوقعوا بأن ردة الفعل ستكون ضدهم، كان يتوقعوا أن يعني أنهم سيرموا بحجر على الطرف الآخر وسيسجلون عليه موقف إنساني أمام المنظمات الدولية وموقف كذلك أمام الشارع اليمني، لكنهم أحبطوا وعاد الموضوع عليهم بنفس الوقت، لأنه الطرف الآخر كانوا يتوقعوا أن الطرف الآخر سيتلكى، أو مع أنه لا أعرف كيف حسبوها بالضبط، يعني هل سيقبل يعني مثلا السلطة المحلية في مدينة تعز أو سيقبل الجيش أن يبقى مدينة تعز محاصرة، يعني بأي منطق، ما هو المنطقة الذي ممكن أن يقبل فيها في هذه النقطة. الجميع رحب يعني مهما كان، يعني هذا يعني هذه قضية إنسانية بعيدة عن كل الاعتبارات، هي كانت يعني أصل الحصار عمل إجرامي، عمل انتهاك لحقوق الإنسان، يعني الجريمة نفسها. والحاصل أن الحوثيين في المساء طبعا خرجوا الناس وتوافدوا، لو تابعت الصور والفيديوهات التي نقلها الناشطون يعني ذهبوا الى تلك المعابر وتجمعوا وكانوا مستعدين للحظة، يقول لك احنا جاهزين الآن نريد أن نعبر، وحاولت بعض السيارات، يعني كانت بعض السيارات تريد أن تعبر، لكن لا زال هنالك مجموعة من الألغام، طبعا هذه المناطق ملغمة، وذلك كانوا يشترطوا عليهم أو كانوا يطلبوا منهم السماح للفرق الهندسية أن تزور المناطق الملغمة وأن ينزور، يعني المسألة سهلة، قرار يحتاج شيئين، السماح للفرق الهندسية بأن تنتزع الألغام ونزول القناصين من عدد من الأبنية المحيطة بالطرف الآخر. ولذلك قتل كثير من الأطفال، وقتلت نساء وقتل كثير على هذه المعابر في فترة سابقة في 2016-2017 عندما كانوا يحاولوا، يعني تخيل وصل في فترة من الفترات قبل أن يتم تلغيم المنطقة كان يصنع يعني حاجز من لو في صور منشورة عملوا حاجز من قطن، يعني هذا حاجز كبير طويل، وكانوا الناس يعبروا من، وكانوا الحوثيين يقنصوا على هذا على هذه المنطقة على هذا القماش، يعني قماش طويل في صور، وكانوا يعني لا يستطيع القناص أن يعرف متى يتسلل، يعني تخيل الناس كانوا عادوا إلى هذه الطرق وكانت خطيرة جدا وأصيب بعضهم،
ولكن جاء يعني عاد الحوثيون بعد ذلك إلى طريقة وهي تلغيم المنطقة بالكامل والقناصين متواجدين مدارس ثابتة، ومنذ 5 سنوات حتى الآن مستمر هذا الوضع إلى الآن. طيب أستاذ فهد، دعنا نشك معنا في الحوار عضو لجنة مباحثات فك الحصار سيد علي المعمري الذي انضم لنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بك سيد علي المعمري. إذن أنت ضمن لجنة تبذل جهودا لفك الحصار عن تعز، أعطينا صورة أين وصلت هذه الجهود إلى حد اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذي بدء نهني شعبنا اليمني في كل أرجاء اليمن بالذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وها نحن اليوم في مدينة تربة نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لثورة 14 من أكتوبر. أما بالنسبة لما هو صاير من يسميه مفاوضات، فإن قد كنا قد وقعنا مع الطرف الآخر الطرف الانقلابي اتفاق في 2016 على أن تفتح كل هذه الطرقات التي تؤدي إلى مدينة تعز، لأنه وضمن القانون الدولي حتى في أثناء الحروب لا يجب أن تقطع الطرقات التي يمر بها المواطنون من وإلى المدينة. طيب الآن أين وصلت هذه الجهود سيد المعمري؟ حقيقة في محاولات كثيرة، والآن يتبنى الأخ العزيز المحافظ الأسبق شوقي أحمد هايل في ترتيب فتح هذه الطرقات تسهيلا للمواطنين، لكننا للأسف كما قلنا نسمع قرارا طحينا. الطرف الآخر كثير الوعود قليل التنفيذ، لأن بوجهة نظري القرار الإخوان الموجودين في محافظة تعز الطرف الآخر لكنه بيد المركز، وإلى الآن في حتى هذه اللحظة. هل أطلعتنا على بعض تفاصيل العراقيل التي تحدث من قبل يعني الحوثيين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق؟ على سبيل المثال كنا يوم أمس على موعد أننا ستفتح الخطوط أو الطرقات التي تصل مثلا حوبان بتعز، وذهبنا كل السلطة المحلية مع القيادة العسكرية والأمنية لنستقبل أول مركبة تصل إلى مدينة تعز، وانتظرنا ثم انتظرنا ولم نجد شيء غير كما يقول عدم السماح للناس بالمرور، لأن الحصار فرض من قبل الطرف الآخر على المدينة كسلوك لتركيع المواطنين. ومن هنا نحن في الشرعية لا نرى مانع من أن كما يقولوا تفتح هذه الطرق، لأنه نحن لم نلغم، ليس لنا قناصات، ليس لنا كما يقولوا أي غرض في تعذيب هذا المواطن المسكين، لكن الطرف الآخر يستخدمه كوسيلة للضغط على المواطنين حتى كما يقولوا يلبوا ما يريده من قضية إخضاع المدينة لسيطرتهم. طيب فيما يتعلق ب يعني الحوثيون قالوا أنهم قدموا مبادرة لفتح المنافذ، ما هو المعرقل؟ هذا كلام. تخيل نحن عملنا لهم رسالة حقيقية، كان يقولوا بأن القيادة العسكرية هي الرافض، والتقينا السلطة المحلية مع قيادة المحور في داخل تعز، وأنا كنت حاضر باعتباري عضو لجنة التفاوض في هذا الموضوع مع رئيس اللجنة اللي هو الأخ العزيز عبد الكريم شيبان، وعملنا كما يقولوا مقترح للطرف الآخر بأننا جاهزون لاستقبال كما يقولوا فتح الطرقات سواء كان عن طريق الحوبان تعز أو الحديدة تعز أو إلى. أنا لا أرى مبادرة حقيقة، إنما يضمروا أو ما يهدفوا إليه هو تضليل المجتمع الدولي بأنه نحن نحاصر أنفسنا ولا إنسان يحاصر نفسه. أشكرك سيد علي المعمري عضو لجنة مباحثات فك الحصار، من كنت معنا على الهاتف من تعز.
قبل العودة إليك أستاذ فهد، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز، الفنان رشاد السامعي الذي ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك سيد السامعي. مرحبا أستاذ. سيد السامعي هل تسمعوني؟ أيوة واضح. حياك الله، أهلا وسهلا بك. إذن أستاذ رشاد، بما أنك فنان تشكيلي، كان لكم حملة قبل أيام حول ما يعني تتعلق بالحصار وفك الحصار عن تعز، هل حدثتنا بشكل أكبر عن تفاصيل الرسائل التي تريد إيصالها من خلال هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان الهدف الرئيسي خلق وعي بأهمية القضية، و يعني إثارة الموضوع، لأنه أشوف أنه الأمر الآن أصبح الكل تغافل عن هذا الموضوع، أهمله، أصبح الأمر اعتيادي بالنسبة للجميع، سياسيين وحقوقيين وحتى الناس أنفسهم يعني تكيفوا مع الموضوع. كان المطلوب أنه نعيد أهمية هذا الموضوع إلى الواجهة. البداية كانت عادية بالنسبة لي، يعني بديت بشكل عادي يعني عفوي، بس لما شفت اهتمام الناس وردة فعل الناس وإقبال الناس على هذا الموضوع، التشجيع والحفاوة اللي لقيتها من الناس والمساندة، خلانا استمر بشكل مركز يعني على القضية. تفضل بالبقاء معي سيد السامع. برأيك أستاذ سلطان، إلى أي مدى ستسهم مثل هكذا مبادرات في حلحلة ملف الحصار عن تعز؟ هو المبادرة اللي قام بها الفنان رشاد السامعي كانت هي من أهم المبادرات يعني التي أحيت مثل هذه القضية، التي كما قال وصل الناس إلى تعايش لم يستطع الحوثي ولا قبله علي عبد الله صالح عندما فرضوا هذا الحصار بكل ما أوتوا من القوة أن يخضعوا أو ينتزعوا أي قرار. لا يعني كانت المحاولة الأولى هو السيطرة على المدينة، ونعرف كم عدد الحشود الكبيرة والمعسكرات، الحرس الجمهوري ويعني وكل الألوية والحشود اللي جاءت من جميع المحافظات التابعة للحوثي من محاولة إخضاع هذه المدينة، رغم أن هذه المدينة لم تبدأ إلا بخمسمائة فرد من المقاومة، يعني تخيل 500 فرد وكل هذه الجيوش، يعني كان ستة ألوية تابعة للحرس الجمهوري موجودة في مدينة تعز، كل هذه انتهت. يعني بعد أن شعروا بالهزائم تلو الهزائم والمدينة تتحرر، عادوا إلى طريقة أخرى وهي نوع التركيع عبر الحصار، وهي نفس الطريقة التي فعلها النظام بشار الأسد في أدلب وفي مناطق عدة، وفي حلب وفي مناطق عدة في سوريا، عندما يضعف أو عندما يضعف مثل هؤلاء أو يخسروا أو يهزموا يعودوا إلى هذه الطرق، محاولة تركيع الناس. هي كانت محاولة، أنت عندما تضيق الناس هم كانوا يعتقدوا أنه بمجرد أن تضع هذا الحصار وتضيق على الناس، الناس ستثور وستخرج بوجه هؤلاء الناس، أنتم تسببتم علينا، أنتم نحن لا نستطيع. لكن وجدوا أنه تعز الوضع مختلف تماما، يعني تعز لو لم تكن حاضنة للمقاومة والجيش الوطني من أول يوم لما استطاعوا أن يحرروا ولا شارع واحد. يعني تخيل من 500 فرد أغلبهم من الطلاب وأغلبهم من المدرسين ومن المعلمين ومن الناس والقبائل، يعني احتشدوا كلهم وأسسوا هذه النواة وبدأوا بالتحرير وقدموا تضحيات كبيرة. معنا أكثر من 25,000 جريح جيش جرار، يعني وأكثرهم تعفنت جراحهم بسبب الحصار، وبعضهم يعني توفي بسبب الحصار، ولم يبدأ العلاج لكثير من هؤلاء الجرحى إلا في وقت متأخر بعد يعني أن ضاقت بهم الدنيا. يعني تخيل مع هذا الوضع كله كان محاولة لخلق وضع يعني ضاغط من داخل المدينة ضد السلطة المحلية أو ضد المقاومة أو ضد الجيش، وهنا يعني سيكون الحوثي بمثابة المخلص. فشلت كل هذه الرهانات، 5 سنوات الناس ثابتين، لكن الآن المبادرة الجديدة لرفع هذا الحصار، لا يوجد لا مبرر لا سابقا ولا لاحقا لمثل هذا الحصار، ويجب أن يتوقف ويجب أن ينتهي. أعود إلى الأستاذ السامعي. سيد رشاد، يعني فيما يتعلق بأن الفنان عادة يعكس من خلال أعماله ما يعيشه الناس، ما يشعر به الناس، ما يعانيه الناس أيضا، ما الذي تريد إيصاله من خلال رسائلك أنت الآن؟ يعني الفن إذا كان ما بيخدمش الناس إيش وظيفته بالضبط؟ لازم يكون الهدف الرئيسي خدمة الإنسانية وخدمة الناس. أنا واحد من الناس، أنا واحد من اللي يعانوا كمان،
وأعبر برضو عن نفسي قبل ما أعبر عن الآخرين، أعبر عن نفسي أيضا. الوضع الآن مش طبيعي، مش طبيعي خالص. مسألة الحصار لا يوجد لها أي مبرر، يعني ميليشيات تحاصر المدينة لخمس سنوات، أيش المبرر؟ أيش المبرر السياسي؟ يعني إذا قلنا في لهم أسباب سياسية، معقول إنك تحاصر مدينة داخلها 5 مليون شخص عشان مصالحك وعشان تحافظ على أشياء معينة؟ يعني هذا مش مبرر خالص، هذا فيه هدف آخر، هدف الغرض منه إذلال الناس وإهانة الناس. إحنا شفنا ببداية الحصار كيف كان بمعبر الدحي، كل إحنا نتذكر المأساة هذيك، وكيف كانوا يتعاملوا مع الناس بهمجية وبتعالي وبظلم وبإهانة. الوضع استمر، بس المشكلة قلت لك إنه خلاص استمر وتكيفوا، سواء الحوثيين أو الشرعية أو الكل يعني خلاص شافوا. من هم بالضبط؟ يعني من هي الجهات التي يلقي الناس هناك في تعز باللوم عليها فيما يتعلق بالوضع الذي يعيشونه؟ يعني في نهاية المطاف من هو في تعز هو بحسب على الأقل ما أتابع وأسمع هو مؤيد للشرعية بشكل أساسي. يا أخي هو بالأمانة أنا بالنسبة لي يعني هو طرف واضح قدامنا إنه الحوثيين هم اللي حاصروا المدينة، وفي أطراف ثانوية طبعا موجودة بالخط، بس اللي قدامي الآن من هي هذه الأطراف الأخرى أيضا؟ أطراف سياسية، أطراف فيها تخاذل، يعني تخاذلت في الموقف، الشرعية تخاذلت، التحالف ربما يكون له يد بالموضوع، أو برضو كمان تخاذل منه، المجتمع الدولي متخاذل نهائياً، المنظمات الدولية لا مشغولة بس بالإغاثات، يعني بس يوزعوا للناس صابون نظافة وحفاظات. طيب شوفوا وضع الناس كيف، شوفوا الحصار، شوفوا المعاناة، فكوا عن الناس المحاصرين، مش الأولى كذا ولا لا؟ فالكل شركاء للأمانة، الكل شركاء، حتى أنا أعتقد أنه صمت الناس هو له دور، لازم يكون في ضغط. الناشطين الآن مشغولين بينهم بين في عراك داخلي ما لهش داعي الآن. مسألة الديمقراطية هذه خلوا إحنا نأجلها، إحنا محاصرين الآن. المشادات الكلامية والتشويه هذا مش وقته الآن، مش إحنا بمسألة خطيرة، إحنا بحصار، الناس تعاني، إحنا معانا أرقام، يعني حافظين كم المسافة من تعز داخل المدينة إلى الحوبان 6 ساعات. هذا اللي تكلم، بس اللي قرب، في ناس قربوا يومياً الموضوع هذا، في ناس طلبة هناك يدرسوا أو بالحوبان يدرسوا داخل المدينة، يضطروا أنهم يستأجروا داخل المدينة ويخسروا إيجارات ويخسروا مجهود وتعب وكذا، في ناس يشتغلوا ببيت هايل ويضطروا أنهم هناك يوفروا لهم سكن، في ناس مسافرين يومياً. المعاناة المواطن هو نفسه اللي يشعر به. إحنا أنا أعتبر نفسي دعي أن أنا أتكلم بدون ما أقرب، حتى وإن تكلمتوا بلغات الأرقام، لكن في ناس قربوا، في ناس تألموا، في ناس هم عايشين الوضع هذا، اللي لازم إحنا نسمعهم، ولازم هم اللي يعبروا، هم اللي يقولوا، لازم هم اللي يقولوا كلمتهم. فالمسألة تحتاج إلى ضغط مجتمعي، وإن شاء الله إلى انفراج. يعني أنت متفائل؟ يعني هناك حديث عن جهود تبذلها شخصيات وجهات محلية في تعز مع من يحاصرها لفك هذا الحصار عن المدينة، هل أنت متفائل بهذه الجهود؟ أنا متفائل بوعي الناس بدرجة أساسية، لا أعول للأمانة، لا أعول على سياسيين، لأنهم ماطلوا كثير ووعدوا كثير وطرحوا قضايا من هذا النوع كثير، والحصار مستمر ومعاناة الناس مستمرة. أنا أعول على وعي الناس، على تكاتف الناس. أنا من خلال كاريكاتير الأمانة تفاجأت، شفت وتألمت في نفس الوقت، يعني شفت كيف الناس متجاوبين مع الموضوع وشعروا أنه يعبر عنهم بصدق، وكيف التفوا كلهم. الناس بحاجة لمن يتكلم عنهم بصدق. أنا ما بقولش أنه أنا أمثلهم بالموضوع هذا، لكن أنا قست هذا الموضوع من خلال أنا نقلت طبعا رسومات كاريكاتورية لمواقف أتخيلها، أنا ما قربتوهاش ولكن أتخيله، فما بالك إذا كان
الرسم هذا من باب التجربة ومن باب الواقع، فالمعاناة ستكون أو إيصال الرسالة ستكون قوية. على سبيل المثال مثلا لو افترضت أن أنا ناقشت قضية واحدة فقط، مثلا قضية مثلا نفترض أنه واحد مريض يتعالج عنده فشل كلوي ومضطر أنه يسافر يعمل جلسات، كم يحتاج لي من الرسومات عشان أعبر عن هذا الشخص، سواء معاناته سواء معاناة أهله من ناحية المرض، من ناحية وفرة المال يعني والحاجة، حاجات مهولة للأمانة لا نستطيع أن احنا نغطيها لا بكاريكاتير ولا بمقال ولا بقصيدة ولا بأي شيء. هذا الموضوع لازم يحل. حصار ما حصار لازم يرفع، ما فيش أي مبرر للحوثيين إنهم يحاصروا المدينة. على الحصار هذا أن يفتك بأي طريقة. وقد تحدث قبل قليل سيد سامع عن من يحاصر تعز، دعني في هذه النقطة أعود إلى السيد فهد سلطان. أستاذ فهد، هل فقط الحوثيون هم من يحاصروا تعز؟ قبل ما أجيب على هذا السؤال لابد نستوعب أنه عندنا معلومة مغلوطة. عندنا أنه المجتمع الدولي أو أنه المنظمات هذه تعتبر سلطة، هي ليست سلطة، هي العكس، مساهمة بشكل مباشر بطريقة أو بأخرى. الذي سيدقق أكثر وسيغوص أكثر سيجد أنه مثل هذه المنظمات مساهمة لتغذية هذه الحروب، لإشعالها، لزيادتها. يعني أنت تخيل الآن مثلا منظمة الأمم المتحدة تحصل أي $100 تحصل على $40 من هذا المبلغ. يعني إذا حصل تبرع مثلا $100 هي تحصل على 40%، هذا تجر حروب في كل الأحوال. أعود إلى سؤالك، يعني هو يبقى السؤال، يعني احنا عندنا كثير من التفاصيل تقول ان هنالك شيء مش منطقي، يعني مش طبيعي. يعني مثلا على سبيل المثال كان هنالك دبابه في سوفتل، في فندق سوفتل، وهذه تقصف تعز ليلا ونهارا، يعني اكثر من 60,000 قذيفه يعني بالمدافع، وكانت واحده من اخطر واخبث يعني من تقصف تعز هي الدبابه حق سوفتل. وكانت يعني تخيل هذه الدبابه الليل والنهار تقصف على مدى شهور، وطيران التحالف يلف اليمن كلها ويلف تعز ويقصف أماكن، وهذه الدبابة في مكانها. بل مرات كانت تقصف في أماكن بعيدة، قصفت يعني قصفت مرة بالقرب من المستشفى التي لا تبعد إلا من قرب 500 أو 600 متر. يعني ما الذي يحدث؟ مثلا أكثر من مرة يعني يتحدث مثلا ضباط داخل الجيش الوطني في تعز يقولوا نحن طرحنا أكثر من 3 خطط لتحرير منطقة الحوبان. إذا حررت هذه المنطقة سيكون معنا 3 أشياء. أولا حاجة سنربط هذه المدينة بمدينة عدن، والنقطة الثانية سنحرر منطقة بيت هائل سعيد أو المنطقة الاقتصادية التي يتغذى منها الحوثيون الآن ويبتزوا هذه يعني أعظم رؤوس أموال في البلد، والثالثة أننا سنفتح مطار الحوبان. وكل هذه الخطط التي كانت تقدم للتحالف كان يشطب عليها. يعني هذه يعني أنت الآن في أي سياق يعني ستفهمها؟ يعني الدبابات لم تقصف، كانت تقصف الجبهات، يحصل خاطئة، تقصف مناطق، تقصف بيوت، تقصف مدنيين، يقتل، والدبابات والأماكن التي تحاصر بطريقة يعني الأماكن التي تسيطر، يعني الآن هنالك تستطيع بإحداثيات أن تقول هذه الأماكن التي يعني تحاصر المدينة، سواء المتارس أو سواء حتى المنازل التي تحصن فيها الحوثيين أو حتى الدبابات أو حتى تستطيع لماذا لا تهاجم أو لماذا لا يعني يتم تحليلها. يعني أنا أريد أن أصل إلى نقطة أخرى، أن التحالف مشارك بطريقة، ويعني كان يعني تعز واحدة من المستهدفين أمام التحالف، استهدفها بطريقة أو بأخرى لعدة أسباب. نحن على الأقل مثلا أن تعز رفضت أن يكون هنالك مكتب للتحالف أو أن تكرر نفس التجربة التي حصلت في عدن، وهي تعاقب بسبب أنها رفضت الحزام الأمني، وبسبب أنها رفضت أن يكون لها يعني تدخل في شؤون السلطة المحلية كما حصل في محافظة أخرى، تعاقب من التحالف كذلك بنفس الوتيرة التي تعاقب فيها من الحوثيين. لو أن التحالف قاد لرفع هذا الحصار بكثير من الطرق، حتى أمام المجتمع الدولي للتحالف كان يستطيع بصوت، يعني استطاعت السعودية أن تنتزع قرارين من مجلس الأمن بالقوة، واستطاعت أن تحصل على أشياء كثيرة في بداية الحرب، لماذا لا تستطيع الآن؟ يا رجل الآن السودان قبل أسبوعين يعني تطلب من اليمنيين أن يدخلوا عبر تأشيرة، لماذا صمتت السعودية؟ مصر، السعودية، الإمارات، يعني البحرين، كل الدول، الأردن، كل الدول هذه تطلب. ما هو دور التحالف؟ يعني احنا وانتم الى اي مدى هذا التحالف يعني يساعد الشرعيه فعليا؟ لا انا اقول يعني اذا كنتم تعتقدون اننا في قضيه واحده وان معنا عدو واحد وهو الحوثي ومعنا ايران، لماذا تحاصر؟ لماذا الان اذا واحد في السعوديه، ندي لك هذه النقطه، يعني واحد في السعوديه الان يريد ان يدخل زوجته الى السعوديه، لابد يخرج الى اليمن ويسافر الى مصر او الى البحرين او الى السودان او الى عمان من اجل يرجع للسعوديه. يعني تخيل على طريقه الان، يعني لابد تمر بـ3 دول،
يعني في شيء. إذن هناك طبيعي. أمل كبير في هذه الجهود التي يا أخي يعني الجهود مثل ما قال الأستاذ رشاد لابد أن يكون هنالك أن تتحول هذه إلى رعي عام، لابد كفى صمت أن يتحرك الناس أن يسمعوا يعني أن تبقى هذه القضية حية. أنا متأكد أن الأمم المتحدة لا يهم هذا الكلام ولا المنظمات الدولية ولا يعني ولم تصنع لغزة شيء ولم تصنع لمناطق كثيرة في حلب ولم تصنع لمناطق هناك من قد يختلف يعني ينبغي أن تفضح ينبغي أن تعرى أمام الرأي المحلي والدولي. طيب في هذا السياق فيما يتعلق بالرسالة الذي يعني يريدها أهالي تعز، دعني أسأل السيد السامعي، ما هي رسالتك سيد السامعي للعالم للمجتمع الدولي الحي للضمير الحي فيه؟ برأيك هل تجد أنهم يعطون قضية حصار تعز حقها من الاهتمام؟ أنا رسالتي للمجتمع الدولي أنه يحترم القوانين اللي صاغها، عليه أن يحترم القوانين التي صاغها. الحصار بأي بند؟ السكوت، هذا السكوت المطبق عليهم لماذا؟ هل رأيت منظمة دخلت تناقش وضع الناس داخل تعز؟ ما فيش، خمس سنوات لم نرى أي منظمات، يمشوا من الحوبان وتوكلوا على الله ما نشوفش حد. ليش؟ المسألة مسيسة، يعني المنظمات هذه الإنسانية هي مرتبطة بالجانب السياسي. إذا كانت المشكلة هنا فهي المشكلة للأمانة مشكلة كبيرة. إيش أقول لك، المجتمع الدولي لازم يعني يحتاجوا إلى ضغط محلي وضغط اسمه يعني من قبل السلطات، من قبل الشرعية هذه اللي ما شفنا لها أي موقف صامتين. طيب خمس سنوات يعني كفنان سيد السامع كرشاد السامع، وأنت قلت قبل قليل أنك تعيش هذه المعاناة وإن لم يكن بذات تفاصيلها لكنك على الأقل تعيش بعض أجزائها، ما الذي تقوله للمجتمع الدولي وتريد التعبير عنه من خلال كاريكاتيرات، من خلال أيضا حديثك الآن على قناة بلقيس؟ أنا أريد أن يعني أوجه رسالة للمجتمع الدولي، أول شيء أحمله مسؤولية التخاذل ومسؤولية التخلي عن دورك كمجتمع مهتم بقضايا الإنسان والدور الإنساني. هو غير مؤمن طبعا بالقضايا هذه لأنها مسيسة زي ما قلت لك. عليهم أن يفكوا الحصار أولا، نرى حلول لفك الحصار. الآن المشكلة مش بالحصار بس، الحصار يتبعه قصف قذائف. يعني لو سألت الحوثي ما هو المبرر لك أنك تقصف مدنيين؟ يعني اللي يضرب بالمدفعية أو بالهوزر هو عارف أن القذيفة هذه بتوصل فوق مدنيين. طيب إيش المبرر اللي يخليك أنك تقصف مدنيين؟ ليش؟ معناته هو نفس المبرر اللي يخليك تحاصرهم وتقتلهم وتقصفهم، هو نفس المبرر قتل الناس لا غير، يعني قتل الناس وإهانة الناس. المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته ويفك الحصار، وعلى الناس أن تعرف حقها وتلتقي إلى إثارة هذا الموضوع بشكل كبير. أشكرك جزيل الشكر سيد رشاد السامع الفنان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، وسعيد شخصيا بتواجدك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ سلطان، يعني فيما يتعلق بالجهود الدولية، أنا أذكر الآن أو أقرأ الآن من إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن إلى مجلس الأمن في تاريخ 16 من سبتمبر الماضي، يقول أن مثلت تعقيدات الوضع العسكري في تعز وهو الشق الثالث المتفق عليه في السويد تحديات جمة أمام جهودنا الرامية إلى تنفيذ بيان التفاهم الذي توصل له الطرفان في ستوكهولم. برأيك إلى أي مدى يظهر ملف تعز كأحد بنود أساسية في ستوكهولم، تفاهمات تعز ما عرف عليها بذلك، على خارطة أو على أجندة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث؟ يا أخي المبعوث الأممي في الكثير من القضايا وكذلك مثل الأمم المتحدة، يعني ستجد الآن مثلا اقرأ العبارة إلى الأخير، ستجد كلها رص كلمات ودون يعني ما فيش إدانة واضحة. أنا سأذكر لك واحدة من القصص وهي منشورة الآن، يعني بعيدا عن الإدانة على الأقل كجهود، لأن هناك في الحديدة جهود، يعني ملف الحديدة واضح فيما يتعلق بالمبعوث الأممي تقريبا لا يكاد يخلو تصريح إلا وهو موجود، لأنه مصالح دولية فقط يعني. لكن تعز يا أخي الكريم، هذا مبعوث دول، هذا مبعوث دول، هذا مبعوث لتحقيق مصالح. الأمم المتحدة هي واحدة من يعني من الأدوات لتحقيق مصالح، وقصص كثيرة الذي سيدخل النت سيجد في حول العالم كله.
يعني أنا سأذكر لك واحدة من القصص وأن ستعرف ما هو دور الأمم المتحدة ودور المنظمات الدولية. في عام 2015 في نهاية 2015 يعني بعد الانقلاب، الحوثيون منعوا دخول يعني اللي هي مواد التطعيم اللقاحات إلى اليمن للكوليرا وبعض الأمراض، وتسترت المنظمة إلى نهاية 2018، وخرجت بعد ذلك منظمة واتش ومنظمة كذلك الأمم المتحدة يتحدثون أنه تم منع يعني دخول هذه اللقاحات في عام 2015 من قبل الحوثيين. يعني تخيل الآن كم تسببوا من كوارث، يعني الحوثيين الآن كم تسببوا من كوارث في هذه النقطة. أذكر لك نقطة أخرى، يعني في 2017 عندما أحرق الحوثيين مصانع الغلال في محافظة الحديدة، أحرق مصانع الغلال، لم يعني أن الرأي العام وكل الناس السياسيين والشرعية طالبوا يعملوا إدانة فقط. بعد فترة عملوا إدانة بعد ما يقارب سنة كاملة. كم الحوثيين استمروا هم يعني يسرقوا المعونات، يأخذوا المعونات الدولية التي تأتي للفقراء، يعني محافظة تعز مثلا واحدة من هذه التي كانت تأخذ منهم وكانت توزع على يعني الآن معروف مثلا الآن عند الحوثيين الآن في هذه اللحظة أي شخص يقتل في الجبهات يدفع له مبلغ مالي ويدفع له ما يقارب 5 إلى 6 سلال غذائية من التي هي مخصصة يعني للفقراء أو مخصصة للناس. يعني تخيل منذ هذه الفترة هم يسرقوا المعونات، إلى جانب أن الحوثي يأخذ يعني لا يسمح لمرور هذه يعني المعونات إلا بعد أن يأخذ حصة، فيأخذ حصته ويسرق الباقي. هل تعلم الآن أنهم يعني تقريبا قبل أشهر يعني مخازن كبيرة في صنعاء وفي الحديدة تم رميها بعد أن انتهت وهي مخزنة تابعة للحوثيين؟ طيب. يعني هذا السؤال كله أنا أريد أن أقول لم تدن الأمم المتحدة ولا المنظمة الدولية، كلها تتعامل بما يضيف. يعني هو عندما يحدث هناك نوع من الفضائح، يعني في الأخير في نهاية المطاف تحدث مسؤول برنامج الغذاء العالمي تقريبا وكذلك منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمثلا منع الحوثيين لوصول إمدادات الغذاء فيما يتعلق بصوامع الغذاء قبل فترة في الحديدة. لكن أنا أتحدث الآن فيما يتعلق في الملف على الأقل منذ اتفاق السويد إلى الآن، وهذا بمجهود شخصي على الأقل من خلال ملاحظتي، المبعوث الأممي قد ينسى في بعض الأحيان لكنه يذكر، لكن الحكومة، وأتحدث هنا عن الحكومة بالشخصيات السياسية الأساسية ولا أتحدث عن السلطة المحلية في تعز، يكاد هذا الملف غائب عنها بشكل أكبر من. يا أخي معنا مشكلة معنا في الحكومة، الحكومة بقائها في الخارج، بقائها في السعودية كبلها، أعاقها كثيرا، كثير من الملفات مفتوحة، كثير من الملفات لم تحسم، صدر القرار السياسي بشكل كبير. لا يعني تخيل حتى على مستوى الفرق التي تخرج لحقوق الإنسان لابد تمر عبر اللجنة الخاصة، هي التي تختار الأشخاص وهي التي تختار. يعني تخيل مثلا الآن يعني وصلنا إلى مستوى يعني هنالك فضائح وهنالك قضايا لا تستطيع أن تذكرها إلى أين وصلنا. يعني السعودية عبثت، السعودية والإمارات عبثت بالملف اليمني عبث كبير لم يسبق لا من قبل ولا من بعد، كأنه جزء من الانتقام. الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب هذه الدولة وتستهتر بها وتستهتر باليمن بطريقة يعني بعض القصص بعض المشاهد. يعني أنا أذكر لك يعني لو أذكر لك قصص إلى أين وصل الاستهتار بالشرعية برئيسها بزعيمها يعني هذا الأمر متداول يعني على مستوى الناس. أيوة أيوة في قصص الحل. يعني تشعر ما الذي يحصل. يعني تخيل مثلا الآن ما الذي يحصل، ما الذي يجري، ما هو نوع هذا التحالف، ما هي نوع هذه الحرب التي خاضتها السعودية في اليمن، ما هي نوع كيف قاموا بهذه الحرب. يعني تشعر أنك أمام مجموعة قرود يعبثوا يعني بلعبة، يعني ما تشعر أنك أمام حرب. يعني عندما تجد الآن إيران الترتيب والتخطيط والإعداد يعني والترتيب، وتجد أمامك مجموعة من القرود ومجموعة من الفوضويين، مجموعة من العابثين، يعني يدمروا بلد، تضحيات بالآلاف. اليمنيين قدموا تضحيات وقدموا سيول من الدماء وقدموا أموال وخسروا خسائر كبيرة، وخمس سنوات ما استطعت تحسم. يا أخي ما قدرتم تحسموا، اتركوا الناس هؤلاء. الآن تصادر عليهم القرار، الآن تريد أن تشرعن لهم للانقلابات. كان معنا انقلاب تبع الحوثي مولتهم، الحوثي مولته السعودية والإمارات باعترافهم هم وليس باعتراف أحد، وقام الناس وقدموا هذه التضحيات من أجل يغسلوا هذا العار. وكانوا يهددوا السعودية في واقعة البقع عندما يعني في 13 مارس قبل انطلاق عاصفة الحزب بأسبوعين، والحوثي وإيران يهددوا السعودية، وقامت هذه الحرب. وبعد خمس سنوات وإلى الآن عملوا انقلاب جديد في أغسطس الماضي، يعني والوضع مستمر بهذه التعقيدات. طيب فيما يتعلق أنا أقول أن الخلل جزء من الخلل، الشرعية التي تحدث عنه الشرعية جزء كبير منه بسبب بقائها في الخارج وبسبب السعودية نفسها، بسبب الإمارات نفسها، بسبب هؤلاء التعقيدات السياسية. يا أخي ليست تعقيدات، يا أخي هؤلاء الذين ما ليست مصالح،
يا أخي ليست مصالح يا أخي، مصالحهم هذا جنون يعني. يعني عندما تجد بكل أدوات المنطق ما تمارسه السعودية والإمارات في اليمن جنون جنون يعني. طيب يعني عندما إلى هذه النقاط، لكن قبل ذلك دعنا نشك معنا في الحوار فيما يتعلق بتعز الناشطة المجتمعية السيدة داليا محمد التي تنضم لنا الآن من هناك. أرحب بك سيدة محمد. إذن فيما يتعلق بالأرقام وعلى الصعيد الإنساني، ما هو الوضع بالنسبة للناس هناك في تعز؟ بالأول مساء الخير عليكم جميعا. طبعا يعني لو جينا يعني احنا الان السنة الخامس وتعز في حصار وقصف تشريد تهجير وغير هذا الكلام. يعني اذا جينا انه شخص يجي او اي منظمة او اي احد يجي يحاول انه يحصر او يوجز يعني مآسي تعز في رقم، فهذا مجحف وهذه تعد جريمة لولا الجريمة اللي هي حق الحصار والقصف والتشريد. يعني الآن الوضع الإنساني في تعز مزري جدا. يعني للآن سنة يعني السنة الخامسة حرب، الحصار للآن مفروض، فساد بعض المنظمات داخل المحافظة، هناك مناطق للآن يعني بالجهة الغربية من وقت فتح خط الضباب للآن يعني ما توصلهاش أي جهات إغاثية ولا داعمة، الجرحى سواء كان من الجيش أو المدنيين، الحالة الاقتصادية، الأوبئة تفتك بالمدينة، مستشفيات أيضا مهدورة، التعاقد يتم إلا عبر جهات معينة. يعني الفساد مزري مزري. طيب في سياق الحديث عن يعني الآن هذه المبادرات التي تجري في ما يتعلق بفك الحصار، إلى أي مدى هناك تفاؤل هناك في تعز حول نجاح هذه الجهود سيدة داليا؟ والله الكل يعني في تعز متفائل. أنا شخصيا من الفريق اللي من سنة للآن أمشي على مسألة فتح الطرق، وقد خرجنا للطرف الآخر وجلسنا معاهم أيضا الآن لنا أكثر من سنة، وكنا نلاقي وعود يعني كان كله مراوغة كله بس عشان إيش يلعبوا بالوقت. يعني لما أنت تخرج كمبادرة تطلب منهم إنه جنبوا المدنيين افتحوا الطرق، فكان كل العمل مراوغة. يعني شخص يطلب منك حل شامل وأنت بالأخير تعرف إنه الحل الشامل مش بيدك. فبالنسبة للحوثيين أنا للأمانة من سنة للآن حواراتي معهم ما عاد أثق بهم، لكن بالنسبة للناس سواء داخل المدينة أو بالطرف الآخر بالحوبان فهم فعلا طواقين ومتفائلين وما زالوا يعولوا على فكرة. حتى بالحوثي نفسه اللي هم حاصرهم للآن ما زال الناس يعني من كثر ما هو متعب يقول لا بيتراجع الحوثي وبيفتح الطرق. فيا الكل هنا ناشطين محامين سلطة محلية قيادة جيش الكل موافق على فتح الطرق لأن حق هذه ما هيش منا لا من الطرف اللي داخل المدينة مع إنه مش هو الطرف المحاصر ولا من الحوثيين. الطريق حق لكل مواطن. جزيل الشكر لك يا سيدة داليا محمد الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. لا يمكن كما يفهم من كلام سيدة داليا أن يقبل أحد بحصار نفسه. صحيح يعني بالمنطق بالمنطق البسيط يعني بالمنطق العادي انه لا يمكن. يعني الحوثيين حاولوا كما قلت لك ان يسجلوا موقف ويعني يظهروا امام المجتمع الدولي انهم جاهزون، وعندما خرج الناس واستعدوا تراجعوا. وكان طبيعي الحوثي لا يمكن يعني تاريخ قديم وتاريخ جديد لا يمكن ان يعطي بهذه الطريقه. الحوثي لا يمشي الا بالقوه، لا يمشي الا بالعنف، لا يمشي الا عندما يكون هنالك متسيد عليه. يعني عندما وفرت له الأمم المتحدة وفرت له الولايات المتحدة الأمريكية وفرت له الدول المصالح وجزء من الخليج وفر له، ها كان هذه نتيجة العبث. أنا عاجبني في سياق حديث السيدة داليا ما هو التفاؤل الموجود هناك. يا أخي هذا أمر ملهم بحق. يعني أنا أدعو إلى تشكيل فريق لا يعول. يا أخي كانت تستطيع سفارة الجمهورية اليمنية حول العالم أن تجعل من هذه القضية وعشرات القضايا قضايا حية. يعني تستطيع كل سفارة يعني هذا كلام ليس مثاليا ولا مستحيلا، يعني كل سفارات العالم تمارس هذا العمل أصلا. يعني مثلا بالوقفات بالاحتجاجات بالزيارات يعني بإقامة فعاليات داخل هذه باستدعاء كثير من السياسيين باستدعاء الإعلام. يعني تستطيع هذه الإعلام لكنها معطلة بفعل فاعل، معطلة جميع سفارات. يعني مثلا على مستوى المثال ما الذي يحصل الآن في تركيا، من المسؤول عن تأزيم العلاقات بين اليمن وتركيا رغم أنه لا مشكلة بيننا وهي تقدم خدمات وكان وشاركت في كل شيء. الآن حتى في تركيا الآن تم إبعاد السفير وإرساله يعني للأمم المتحدة ولم يعني يشكل سفير حتى الآن أو لم يعين سفير حتى الآن. يعني الآن أمام الرأي أمام يعني أمام تركيا الآن أنه اليمن
مخفضة يعني الدبلوماسية مع تركيا. من المسؤول عن هذا العبث؟ السعودية والإمارات يمارسوا ضغوط على اليمن لتأزيم العلاقات مع كل دول العالم. أعود إلى النقطة المهمة أنه إذا شكل فريق، لكن هذا الفريق بشرط أن لا يكون تبع السعودية ولا تبع الإمارات ولا تبع التحالف، يكون هذا الفريق محلي. بجهود شخصية، بجهود ناس مخلصين وطنيين من هذا البلد بعيدا عن هذه الاعتبارات، يستطيع يعني ولو بالحد القليل. نحن نستطيع، هذه الدولة تستطيع، يعني أمامنا تجارب لكثير من دول العالم صنعت المستحيل بإمكانات بسيطة، لكن معنا مشكلة، معنا مشكلة. هذا البلد قدم إلى الدول لا ترقب فينا إلا ولا ذمة، 5 سنوات من العبث والفوضى، ما كان يتخيلها أحد أن نصل لهذا المستوى. كل أمل إذن بأن يوصل هؤلاء الشباب رسائلهم إلى العالم. جزيل الشكر لك سيد فهد السلطان الصحفي، كنت معنا في حلقة اليوم في المساء اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.